أعزائنا مشاهدي فضائية نور سات وتلفزيون تيلي لومير، نرحب بكم في نشرتنا الأسبوعية، وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأهم العناوين. الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بعيد الظهور الإلهي. وفد من البعثة البابوية يزور محافظة الكرك. كنائس الرسولية في الأردن تصلي من أجل الوحدة والسلام. نور سات الأردن ترعى الدورة الثانية في الموسيقى البيزنطية. أهلاً بكم. أحيت الكنائس الأرثوذكسية في المملكة الاحتفال بعيد الظهور الإلهي على ضفة نهر الأردن، وذلك بقداس إلهي ترأسه المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا للروم الأرثوذكس. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. من أجل المسيحيين الحسن العبادة. أحيى الآلاف من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن الاحتفال بعيد الظهور الإلهي في مكان معمودية السيد المسيح على الضفة الشرقية لنهر الأردن، وذلك بقداس إلهي ترأسه المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا بحضور لفيف من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، وبمشاركة أمين عام وزارة السياحة عيسى جمو، وعدد من سفراء دول المعتمدين لدى الأردن وشخصيات رسمية وعامة وجموع من المؤمنين من داخل المملكة وخارجها. وقام سيادته والآباء الكهنة بتلاوة الصلوات الخاصة في باحة كنيسة يوحنا المعمدان المطلة على نهر الأردن بمشاركة جوقات ومرنمين. وفي كلمة للمتروبوليت فينيديكتوس قدمها بالنيابة عنه الأب باجس خوري، قال فيها: نشكر الله على وجودنا في المكان المقدس حيث أعلن السيد المسيح بشارة الخلاص للعالم، ونحيي هذا التذكار بالخشوع والصلاة والمحبة والدعاء لله العلي القدير الذي أنعم علينا أن نجتمع هنا آمنين ومطمئنين أن يحفظ الأردن وقائده وأبناء شعبه وضيوفه ومحبيه وجيشه وأجهزته الأمنية من كل عارض ومكروه، وأن يديم علينا نعمة السلام والعيش بمحبة في بيت واحد مسلمين ومسيحيين، وأن ندافع عن هذا البيت ونحميه من كل يد عابثة تسول لها أفكارها المتطرفة العبث فيه ومس أمن أبنائه الطيبين. الوحدة والمشاركة والعيش المشترك مع الآخر وقبوله، ومن أجل مبادئ ترعرعنا عليها جميعاً فلا نساوم عليها أبداً، فنحن في الأردن شعب واحد وأمة واحدة، حالها واحد، فرحها واحد يشترك به الجميع وحزنها كذلك، وتطلعاتنا للنجاح والتطور والتقدم هو يدفعنا بأن نقبل الإنسان لإنسانيته وليس لأي اعتبارات أخرى. هذا أحبتي سبب وجودنا اليوم في هذا المكان. نعم، فالأردن بقيادته وشعبه استطاع أن يجسد حقيقة العيش بين الناس على مختلف اعتقاداتهم بسلام واحترام ووئام. وبعد تلاوة الصلوات انطلق الجميع إلى ضفة النهر الشرقية لرمي الصليب ومباركة المياه التي رش بها المطران والمصلين، ثم أطلقوا حمامات بيضاء رمزا للسلام يشاركهم بها جمع من المؤمنين على الضفة الغربية للنهر. اليوم روح القدس بينزل وهيك بصير مسيحية، إذا ما فيش مختص وما فيش معمودية ما فيش مسيحية بكل عالم. مسانيك منون لازم بيتلا سلام، لازم بيتلا سلام من كل عالم، سلام من أردن، وربنا أعطيكم قوة وصبر من ملك عبدالة كيف حامل كل أردن. ولازم بيقول كمان شكرا من نورسات، نورسات بيكون تلفزيون باركي، ليش بيقول لك باركي؟ من كل مسيحية بباين في الأردن وبباين شو بيسوي كل واحد. شكرا كثير، وربنا أعطيكم صحة وسلام وبيستري أكثر. كلام سلمين.
قام وفد من البعثة البابوية بزيارة إلى محافظة الكرك لمؤازرة أبناء المنطقة بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة التي وقعت هناك، وأسفرت عن استشهاد عدد من أفراد الأجهزة الأمنية وبعض المدنيين. وحضر الوفد المؤلف من رئيس البعثة البابوية المونسنيور جون كوزار ورئيس أساقفة كندا المطران ليونيل غاندرن قداساً إلهياً في كنيسة القديس جوارجوس للروم الكاثوليك في بلدة أدر. وشارك في القداس مدير البعثة البابوية في الأردن رائد البهو، والأب بولس بقاعين راعي الكنيسة، والأباء الكهنة والراهبات وجموع من المؤمنين. وتهدف زيارة الوفد التي شملت مناطق أدر وسماكية والحمود إضافة إلى مدينة الكرك إلى تنفيذ العديد من المشاريع الكنسية والتعليمية التي تخدم كنائس المحافظة ورعايا المسيحيين في مختلف المناطق هناك. هي زيارة مهمة إنه للجنوب، خاصة بعد الأحداث الأخيرة اللي صارت بالجنوب. هي زيارة تضامن مع أهل الكرك جميعهم بكافة أطيافهم وديانتهم. والمرحلة الثانية هي مؤازرة المسيحيين الموجودين بقرى الكرك ومدن الكرك. ابتدينا من منطقة الإسماكية، اجتمعنا بكبار البلد الموجودين هناك، ورحنا على منطقة الحمود وعملنا الكنيسة، راح نرممها هاي السنة ترميم كامل بمنطقة الحمود كاملة. وكمان وافق المجموعة اللي أجت على 4 مشاريع بمنطقة الكرك اللي هي راح تكون بحمود وبأدر وبالكرك، 4 مشاريع صيانة كنايس. وبنفس الوقت راح نعمل أول مشروع اللي هو التعليم المسيحي والعلمي من عن طريق مكتبة البعثة البابوية بالأردن على المركز الموجود بأدر. وبنهاية هذا اللقاء راح كمان يصير تفكير كيف راح ننشط النشاطات البعثة البابوية الموجودة بمنطقة الكرك للأعوام الثلاثة القادمين. لأن محبة المسيح تحثنا كان عنوان الأسبوع العالمي للصلاة من أجل وحدة المسيحيين، حيث نظم مكتب فضائية نورسات الأردن صلاة احتفالية تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بكنيسة مار شربل للموارنة بحضور أساقفة وأباء كهنة من مختلف الكنائس الرسولية. التقرير التالي يعرض هذه الاحتفالية. على إلي أيها الساهر بالبرق والرعود بالبرق والرعود. تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وبتنظيم من مكتب فضائية نورسات، أحيت الكنائس الرسولية في المملكة صلاة من أجل وحدة المسيحيين في العالم تحت عنوان لأن محبة المسيح تحثنا. وفي كلمة الافتتاح التي ألقاها الأرشمندريت ملاتيوس بصر نيابة عن راعي الاحتفال غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، حيث قال فيها: إننا في لقائنا نجتمع للصلاة معا من أجل وحدتنا التي ننشدها منذ أكثر من 100 عام، حيث نلتقي حول كلمة الرب التي تجمع وتوحد وتقدس، ونحن مدعوون للعودة للذات والتوبة والابتعاد عن التشتيت والتعصب والتمسك بأفكارنا وقبول فكر الآخر الذي ينبغي أن تربط المحبة بين قلوبهم لتكون كنائسنا ملتقا للحب والسلام. إننا جميعا بحاجة للصلاة من أجل أن تسود المحبة والوحدة بيننا، وأن تمتلئ قلوبنا بالمحبة، وأن ينزع الرب إلهنا ما فيها من غرور وكراهية، وأن تهدم كل الجدران التي أقمناها فعزلتنا عن بعضنا البعض، وأن ندعو لقلوبنا وأفكارنا ليكون فيها النقاء والمحبة. تلتقون للصلاة من أجل الوحدة بين الإخوة الذين ينبغي أن تربط المحبة بين قلوبهم لتكون كنائسنا ملتقى للحقيقة والحب والسلام، فنتمم عمل الله الخالق على هذه الأرض ونخدم البشرية. وشارك في الاحتفال غبطة البطريرك فؤاد الإطوال بطريرك اللاتين السابق والمتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا للروم الأرثوذكس، والمطران منيب يونان مطران الكنيسة اللوثرية في الأراضي المقدسة،
والمطران ياسر العياش مطران كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك السابق، والقائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور روبرتو كنا، والأب أنطونيوس حنا راعي كنيسة الأقباط الأرثوذكس في الأردن، والقس فايق حداد راعي كنيسة الفادي الأسقفية العربية، والأب زيد حبابة راعي كنيسة الكلدان في الأردن، والأب زهير جيجي راعي كنيسة السريان الكاثوليك، وممثلون عن المجالس والفعاليات في الكنائس الرسولية في الأردن، ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، وجموع من المؤمنين من كافة أنحاء المملكة. وأدار احتفالية الصلاة الأب نبيل حداد مدير مركز التعايش الديني الذي قدم كلمة ترحيبية جاء فيها: هذا جمع للإخوة وللأخوة، فما أجمل أن يجتمع الأخوة معا. وأضاف أننا جئنا لنصلي أولا للروح القدس المعزي، روح الحق الذي يجمعنا، ونشكر من أنوار محبتكم نور سات التي تحرص كما في كل عام على تنظيم لقاء الأخوة للصلاة من أجل وحدة المسيحيين. في مساء للنور كهذا جئنا معا لنصلي أولا للروح القدس المعزي، روح الحق الذي يجمعنا. في مساء النور هذا نشكر مع أنوار محبتكم نور سات التي تحرص كما في كل عام على تنظيم لقاء الإخوة للصلاة من أجل وحدة المسيحيين. شكراً لهذه المؤسسة المسكونية الرائدة التي حرصت منذ سنوات على أن تقوم بهذه المبادرة، حيث تتجلى الوحدة في المحبة، والمحبة في التلاقي، والتلاقي أن نكون واحداً في محبة المسيح التي تحثنا. وفي كلمة قدمها المطران موسى الحاج مطران الكنيسة المارونية في القدس قال فيها: إننا في لقائنا نجتمع للصلاة معا من أجل وحدتنا التي ننشدها منذ أكثر من 100 عام، حيث تجتمع الكنائس للصلاة من أجل وحدتها. وأضاف: إننا كما كل عام نلتقي حول كلمة الرب التي تجمع وتوحد وتقدس، ونحن مدعوون للعودة للذات والتوبة والابتعاد عن التشتت والتعصب والتمسك بأفكارنا وقبول فكر الآخر. وشعار صلاتنا لهذه السنة هو محبة المسيح تحثنا على المصالحة. اليوم وفي مثل هذا اليوم من كل سنة نلتقي حول كلمة الرب التي تجمع وتوحد وتقدس، تلك الكلمة التي تعطي الحياة والخلاص. قبل موته صلى يسوع المسيح من أجل تلاميذه كي يكونوا واحدا، ونحن خلفاء الرسل نصلي مع المؤمنين من أجل أن نبقى واحدا كما طلب منا ذلك الرب يسوع. وقدم الأساقفة والأباء الكهنة ممثلو الكنائس الرسولية في الأردن نصوصاً مستوحاة من المجلس الحبري لتعزيز الوحدة بين المسيحيين بالاشتراك مع لجنة الإيمان والدستور في مجلس الكنائس العالمي. المولى واحدة وإياها
المقيم في بيت المولى يرى نعيم الله. كما رفع ممثلو الشبيبات في المملكة الطلبات من أجل أن تتم الوحدة بين جميع الكنائس المسيحية، ومن أجل الملوك والحكام والرؤساء أن يعطيهم الرب الحكمة والرأي السديد، وأن يرحم شهداء الوطن الذين قضوا من أجل أمن وأمان بلدنا الأردن الغالي. ومثلت من خلال عدد من الأحجار التي قدمت لتبني جدار العزلة والتفرقة بين بعضنا بعضا، والتي بنيت على صخرة الغفران، وهي افتقار الحب، الاتهام بالباطل، التمييز، الاضطهاد، اللامبالاة والقطيعة، التعصب، التفرقة والقوة والنفوذ، العزلة والكبرياء. وقام الأساقفة رؤساء الكنائس بهدم هذا الجدار بصليب المغفرة، معلنين بذلك رفضهم لكل أنواع التفرقة والعزلة والدعوة للوحدة المسيحية الكاملة. وأكد المطران منيب يونان رئيس الاتحاد اللوثري العالمي أن الدعوة اليوم للصلاة من أجل الوحدة ما هي إلا تأكيد في كنائس الأردن وإصرار في مسيرة الوحدة المسيحية. ما هي الكنيسة المسيحية المثالية اليوم؟ إن الكنيسة المسيحية المثالية اليوم هي التي تتوفر فيها العناصر التالية: أن يكون فيها نظام الكنيسة الكاثوليكية وروح الطاعة بين أعضائها، ثبات الكنيسة الأرثوذكسية ومحافظتها على إيمانها، بطولة الكنيسة الأرمنية وشهادتها وغيرتها وحيواتها، شهادة الكنيسة القبطية واستشهادها من أجل المسيح، شهادة الكنيسة المارونية وبحثها عن كل عضو من أعضائها في أنحاء العالم، حرارة إيمان الكنيسة اللوثرية وتوازنها وتقواها، تمسك الكنيسة السريانية بإيماء الآباء والأجداد، تنظيم الكنيسة الأسقفية ووقار عبادتها، وروح التبشير في الكنائس الإنجيلية. بهذه الوسيلة نحقق صلاة رئيس الكنيسة الأوحد التي نطق بها قبيل صلبه: ليكون الجميع واحداً كما أنك أرسلتني أيها الآب في وأنا فيك، ليكون هم أيضاً واحداً فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين. الإخوة والأخوات، تعبيراً وتقديراً للجهود الخيرة التي قام بها سيادة المطران منيب يونان في تحقيق هذه الخطوة، خطوة المصالحة التاريخية، تقدم الأخت مديرة نور سات الفضائية، تقدم هدية عربونة محبة وتقدير لسيادة المطران على دوره المتميز. وفي كلمة شكر للدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات في الأردن قالت فيها: للسنة السادسة على التوالي أخذت نورسات على عاتقها منذ تأسيسها رسالة مسكونية للكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة،
وحرصت على أن تكون رسالة مسيحية وطنية عربية وعالمية للسلام والمحبة والطلاق والوئام. للسنة السادسة على التوالي أخذت نورسات على عاتقها منذ تأسيسها رسالة مسكونية للكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة، وحرصت على أن تكون رسالة مسيحية وطنية عربية وعالمية للسلام والمحبة والطلاق والوئام. أشكر الله أولاً على محبته وعطاياه، والشكر أيضاً لجميع الذين لبوا نداء الدعوة للصلاة من أجل وحدة المسيحيين في العالم أجمع. وأشكر صاحب الغبطة والسيادة والأباء الكهنة على منحنا بركة مسكونية مشتركة. وأتقدم بالشكر الوافر مرة أخرى لمجلس رؤساء الكنائس في الأردن على رعايته الكريمة لهذه الاحتفالية. فنورسات ستبقى بعون الله نوراً للعالم ودليلاً على درب الوحدة المسيحية الكاملة. وأخص بالشكر أيضاً جميع الأجهزة الأمنية التي تعمل دوماً على أمن وخدمة هذا الوطن الغالي. وأشكر الجوقات التي أحيت الاحتفال بترانيمها الشجية، وجميع الفرق الكشفية التي ساهمت في تنظيم هذه الساعة المباركة. وكذلك أشكر مجلس الرعية والأخوية في كنيسة مار شربل للموارنة على دعمهم لنا اليوم. والشكر أيضاً لإذاعة صوت الكنيسة التي قامت على بث هذه الاحتفالية على الهواء مباشرة، وأيضاً أعضاء المسرح الكاثوليكي على تنفيذهم لفكرة الجدار. ولا أنسى أفراد طاقم العمل في مكتب نورسات الأردن الذي يعمل دوماً بصمت في خدمة كنيسة الرب الجامعة الرسولية المقدسة. أيها الأحبة، لا بد أن نتفائل ونردد أنه مهما اشتدت المصاعب في مسيرة الوحدة، فالروح المعزي والذي يشد من أزرنا يأتي دائماً لنجدتنا إذا منصعنا لإيحاءاته، لأن محبة المسيح تحثنا على ذلك. وفقنا الله جميعاً لخدمة كلمة الله وكنيسته المقدسة. آمين. وشاركت في إحياء الاحتفالية للصلاة من أجل الوحدة عدة جوقات من الكنائس الرسولية قدمت خلالها عدداً من الترانيم الشجية، بالإضافة لمشاركة فرقة كشفية وموسيقية ساهمت في تنظيم الاحتفال. عقدت في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك فعاليات الدورة الثانية في الموسيقى البيزنطية، والتي جاءت برعاية من مكتب فضائية نورسات الأردن. المزيد في التقرير التالي. انطلقت في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق فعاليات الدورة التدريبية الثانية في الموسيقى البيزنطية، والتي جاءت بتنظيم من المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب للروم الكاثوليك وبرعاية من مكتب فضائية نورسات الأردن، وتحت إشراف المرنم الأول على الكرسي الإنطاكي بشير الأسطى. يعني رح نشوف نحن وين بيختلفوا، يعني ليش عم بستعمل أنا هيدول اثنين؟ طب هني مثل بعضهم. وتأتي هذه الدورة التي حضرها الأرشمندريت بسام شحاتيت النائب الأسقفي لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك والأب مودي هنديلة المرشد الروحي للمجلس، استكمالا لبرنامج الدورة الأولى التي عقدت في شهر آب الماضي، والتي تهدف لصقل مهارات المشتركين الموسيقية ليكونوا قادرين على قراءة النوتة البيزنطية بشكل احترافي ليساعدهم في تجسيد الكلمة لحنيا خلال الخدمة الليتورجية. البرنامج ما بيتوقف على دورة واحدة أو دورتين، لأنه هيك ما بنكون وصلنا اللي نحن بدنا نوصله، وأنه يقدر ياخد هذا الطالب
الأشياء اللي لازم ياخدها بشكل ممنهج. منهجية بتمشي على عدة دورات تيكون حصل على القليلة بسنة أو سنتين مستوى اللي نحن عم نمشي عليه كمستوى أكاديمي، يعني كل ثلاث دورات تقريبا محسوب أنه حصل سنة أكاديمية بطريقة منهجية. فمنحاول نحن أنه نقسم هذا الشيء بطريقة أكثر ممنهجة. إن شاء الله السنة عنا صار مستوى كمان أول، وهلأ المستوى الثاني اليوم عم نكمله منتابع معهم ببرامج ببرنامج كمان خاص، يعني متقدم كل مرة بياخدوا الإشياء تقدروا يستكملوا كل البرنامج اللي لازم ياخدوه هني على مستوى الترتيل البيزنطي، يعني كل الباجاج الموسيقي البيزنطي بدهم ياخدوه على عدة دورات. وإن شاء الله بفتكر أنه نحن عم نحقق نجاح، لأنه سبق واختبرناه مرة الماضي وهلأ عم نختبره كمان بمجيء مستوى أول جديد، يعني كل مرة عم بيجي عندنا مستوى وعم نكمل المستوى الثاني، فالمستويات كلها دائما يعني وراء بعضها عم تجي. فالهدف من هذه الدورات هو خلق جيل مثقف ومهذب موسيقيا قادرا على حمل الرسالة الإنجيلية من جيل إلى جيل. هي بتضم شباب من كل الطوائف، وخاصة بكنيسة الروم الكاثوليك تنمية الثقافة الكنسية والموسيقى الكنسية البيزنطية. احنا بنشجع لانه يكون في ثقافة موسيقية بتساعد على تهذيب وصقل الصوت والترنيم، فبنتمنى كل خير لهي للشباب اللي مشاركين. وبهالمناسبة صار عدد كافي من الاشخاص اللي عم بيستمروا بحضور هذا اللقاء، وصارت نوع من الاستمرارية. فبهالمناسبة منشكر الرب ومنتذكر المقولة اللي حكاها أحد الآباء القديسين: من رتل فقد صلى مرتين. جهودكم مباركة وشكرا لكم قناة نورسات. هذا الترنيم البيزنطي الذي يعتمد على الكلمة بشكل أساسي، تلك الكلمة المرتلة التي نسعى دائما أن يكون هناك مستوى احترافي عالي يستطيع المرنمين أداؤه في أردننا العزيز. هذا من جانب. من جانب آخر لابد لنا من أن ندرك بأن الترتيل هي لغة ملائكية أعطيناها نحن البشر عن غير استحقاق، فلابد لنا من أن ندرك هذه الحقيقة في ذواتنا أولا لكي نستطيع أن نجسد هذا الترتيل بطريقة دائما تكون محترفة ومصلية. هلا هاي احنا الدورة الثانية اللي احنا عم نشتغل عليها هي استكمال مثل ما حكينا العمل المنهجي اللي بنشتغل فيه. العمل اللي بنشتغل فيه نحن هو على مستوى قراءة النوت الموسيقى البيزنطية بطريقة علمية، بطريقة منهجية، بطريقة واضحة كمان للعيان، بحيث الهدف من هالدورات نشتغل على جوقات وأبناء رعايانا بحيث أنه يقوموا بالخدم الليتورجية بالشكل الصحيح والمناسب. بعض الأوقات مش غلط إذا كتب ضمن لبعضهم بس بيقريها بهذه الطريقة، يعني ني با فو. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. كنيسة مار شربل للموارنة تحتضن احتفالية الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. المجلس الكاثوليكي ينظم دورة تدريبية للموسيقى البيزنطية. تنفيذ مشاريع كنسية وتعليمية في الكرك من قبل البعثة البابوية. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.